السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعات المتتبعين ديولي، مرحبا بكم وألف مرحبا بفيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم. اليوم البنات جت لكم لشنيك سهل ماهل، تبعوا معايا الطريقة والمقادير ويلا على بركة الله. عندي هنا البنات كما كتشوفوا هنايا، عندي هنا كاس ديال الحليب راه سخون البنات كما كتشوفوا، نكحز شويه باش تيبان لكم. وعندي هنا البنات الخميره عندي هنا حبيبات، غندير معلقه ديال الخميره البنات كما كتعرفوا الخميره، وهنا عندي نص كاس تاع نص كاس تاع سنيده كما كتعرفوا الخميره والحليب ولا الماء دافي كيسرع في الاخمار ديالها. غندير واحد المعلقه هكا ديال الدقيق ولا جوج ولا المهم، غير باش تدير لينا الخميره تطلع فيها، حيت هاد الخميره حبيبات كتبغي شويه تطلع شويه في يعني تطلق، كي كتعرفوا الحبيبات خصهم يطلقوا. المهم غادي نخليهم البنات واحد شويه يطلقوا، رجع معكم ان شاء الله. ودابا البنات رجعت معكم نكملوا الباقي ان شاء الله. عندي هنا نص كاس ديال الزيت وبطبيعه الحال شويه ديال الملحه، وهنا عندي جوج د البيضات البنات غادي نضرب الكل، شوفوا مزيان سهل لينا البنات. وغادي نعبروا البنات بهذا الكاس هذا أربعة الكيسان ديال الدقيق، غادي نعمر وغادي نعبر معاكم هانتوما كتشوفوا، الاول ثاني والثالث ان شاء الله. والرابع وغادي نخلط ونشوف البنات انتم كتشوفوا. غادي نحيد هذه وغادي نستعمل يديا، لكن ما احسن من اليدين باش يعرفوا القوام كيفاش يكون. المهم بسم الله هانتوما كتشوفوا، غادي نزيد البنات درت ربعة الكيسان وغادي نزيد ان شاء الله يا ربي. انا غادي نعبر كاس الخامس وغادي نبقى نضيف بشويه بشويه تنشوف فين غادي نوقف به شحال غيخصني. غادي نزيد شويه بحال البنات زدت نص كاس بحال ربعة الكيسان ونص ديال الدقيق، يعني صافي كتشوفوها بدات تتلصق معاكم في يديكم وتجمعات كما كتشوفوا. ها انتوما هذا غنرجعو هنايا ما غاديش نبقى نخدم بيه، صافي هي ما كتحتاج لهاد ليك لا والو البنات،
بسهوله كتعجنوها. غادي نجيب واحد شويه ديال الزيت غادي نديرو من الفوق يعني غير باش نجمعها. ها هو باقي عندي هاد الشويه في الكاس بحال هكا كتحتاج لهاد ليك لا والو. هانتوما كثر عليكم الهضره راه الفيديو كيشرح راسو يعني كلشي معروف فيه. صافي البنات كنغطيها حتى تخمر ليا العجينه وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله باش نصايبوها ونشكلوها كما بغينا. ودابا البنات غادي نجيبو باش نورقو. هنا عندي السكر ديال شو شي يقولوا ليه بالعربيه والله ما عرفتش. المهم هذا السكر بني ولا سكر المهم سكر خشن سميوه كيما بغيتو. هنا كيقولوا ليه تزكير وديكارنا. المهم هذا السكر هذا عندي هنا معلقه تكون معلقه هكا كلشي حاجه. المهم غندير انا بالزيت. وهنا البنات عندي ملعقه ديال المايزينا هذا البنات باش يساعدنا على الطريق. المهم عامره كبيره. وعندي هنا شوكولاتة غبرة انتم كتشوفوا. غادي نخلط الكل هذا هو البنات باش غادي نورقوا ليشنيك ديالنا باش يجينا مرقين ويجينا من الداخل زوينين. الا ما عندكمش البنات هذاك السكر الخشن او زكيرو دي كارنا ديروا العادي يعني سكر حبيبات عادي يعني سنيده بحال بحال. المهم غادي نخليوه على جنب. المهم البنات الخميره عندنا هي خمرت كما كتشوفوا فيها. غادي نستعملو بشويه ديال الدقيق. بحال هكا البنات وغادي دابا البنات غادي نستعمل بهذا ما تكون غليظه ما تكون رقيقه يعني راه حنا مازال غادي نلويوها. هانتوما البنات المهم غنجيب الزبدة صغار ليا. غادي نجيب الزبدة البنات تكون على حرارة المطبخ دايبة معانا شوية وغادي نوزعوها هنايا. غندير بيدي البنات نوزع كلها يعني تقولوا لي شحال تاع الزبده البنات تكون معلقه ونص ولا المهم اللي يدير لكم هاد الكميه اللي درتو.
راكم عارفين الزبده في الدوره كامله عاد باش تقولوا راني ساليت فيها. هاك هاك يا البنات، تتلبس كامله. شفتوا ملي تكون مطلوقه معنا الزبده كتساعدنا. هاك هاك البنات، المهم غنحيد هذا، نغسل يدي ونرجع معاه. ودابا كما كتشوفوا البنات، هذاك داك اللي صايبنا بالسنيده وبالكاكاو يعني الشوكولات، كندبدروه من الفوق هما زينه. اللي بغا يدير البنات مكسرات يديرهم، المهم اللي ما كياكلش، راكم عارفين الدراري ما كيبغوش لينا المكسرات بحال الزبيب وبحال داكشي ما كيبغيوش. يعني اسهل حاجه نديرو هكا والله يعاون. صباح الخير، شكون كيصون علينا؟ شوف صاب الكوريري سي كوريري. هادو صحاب المواصلات اللي كيجيو السلعة. كيصوني. المهم البنات هانتوما كتشوفوا، ها حنا ساليناها شديناها هكا البنات، كيبان ليكم ها هكا. المهم كاين اللي كيقسمها البنات بالموس بحال هكا، وكاين اللي كيدير سميتو الخيط. المهم البنات غنديروا الحد اللي بغينا، الحجم اللي بغينا بحال هكا البنات. كما كتعرفوا راه باقا غتزاد عندنا، غادي نقطع انا بالخيط، ولا بغات تقطع بالموس تقطع بالموس ماشي مشكل. كتشوفوا البنات وكتحط. المهم تحاولوا قاعدي علاه ما خلصتيش؟ خلص ماشي ديال الخلاصه يعني. ظلمة بنتي هذوك اللي كيجيبو السلعة كيجيبو هكا تضمن شي حاجة من عندهم ولا شي حاجة، كيجيبو ليك. كاين اللي كتخلصي كلشي اونلاين، وكاين اللي كيجيبها ليك حتى قدام الدار وكتعطيه الفلوس. انت لا تفك، انت طالع لي انت شي بالحاجه ها بشوي يعني كبني ديال بشوي مزال بك حد. ها انتم البنات وصافي، كنكمل البنات كميه كامله عندي، غادي ندير لها هكا ونرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات كملتهم، غادي نخليهم يخمروا عندي، كيخمروا ونرجعوا ندهنوهم بشويه الصفر ديال البيض ونتابعوا حتى للاخر البنات.
بعد ما خمروا لينا البنات الخيمرات ديالنا ولا شي يقولوا ليهم لي شنيك ديالنا. المهم البنات عندي هنا واحد الصفر ديال البيضه وواحد شويه ديال الزيت اللي بغات ديرها البنات صلصه ديال الصويا ولا اللي بغات دير هكا القهوه ولا شي حاجه ماشي مشكل كله باش كيدهن. انا كندير غير شويه ديال الزيت هنايا في هاد الصفر ديال البيض صافي. وكندهنهم كاملين البنات بحال هكا من الجناب ومن كلشي بحال هكايا. المهم راكم عارفين كلكم تبارك الله عليكم. غير الفيديو الى صادف شي مبتدئه ولا معليش يستهدو منه. وما الحمد لله كلشي كيطيب كلشي كيعرف يطيب كلشي. المهم البنات غادي نسالي الفيديو ديالي عفوا الفيديو ديالي غنسالي الدهين ديالي. عرفتوا البنات كاين السمر وهاد الجو غير ديال النعاس كندخل ونخرج في الهضره واخا انا ما كنعش بنهار نهائيا ما كنعش بنهار ما كنعش واخا نعيا فيه هو سميتو ما كنعش صراحه كنبقى هكا هكا بحال كنجي مع العشيه. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صافي غادي ندهن كلشي غادي نزيد واحد الصفار البيضه عندي هنا الكميه ما كفاتنيش بيضه وحده غنزيد بيضه اخرى ونكمل الكميه كامله البنات ونرجع معكم ان شاء الله. ودابا البنات ساليت الدهين ديالهم عندي هادو درت ليهم هكا شويه ديال الكركاع من الفوق وهادو خليتهم هكا تيخرجوا ونوريهم لكم البنات. غادي نديهم دابا للفرن كما كتعرفوا نسخنوا الفرن درجه معتدله وتخليهم يطيبوا عاديين البنات.